I was there when I needed someone who wasn't getting over you. ازاي الكلبة بتاعتك تولد بأمان وايه هي الحاجات اللي المفروض تهتم بيها علشان ما يحصلش اي مشاكل وقت الولادة. هنتكلم عن 4 أو 5 حاجات لو انت مشيت عليهم صح الامور هتبقى معاك تمام. اول حاجة مراقبة كلبتك ساعة الولادة. يعني ايه؟ يعني عينك عليها وتكون مركز في الميعاد وحاسب حسبتك بالظبط. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في علامات تبين لك ان الكلبة هتولد في نفس اليوم، هنقول مع بعض تاني العلامات. اول علامة ودي في اغلب الكلاب، هتقطع اكل في اليوم اللي هتولد فيه. تاني علامة هتلاقي الكلبة بتنهج ودرجة حرارتها مش مظبوطة، بتزيد وبتقل. عندك تالت علامة هتلاقي الكلبة بتحفر حتى لو هي موجودة على بلاط، ودي حركة تلقائية علشان تجهز مكان ليها تولد فيه. فانت اول ما تحس ان الكلبة خلاص قعدت في مكان وما قامتش منه تاني، اعرف انها خلاص هتولد وهتبدأ تعوي علشان الطلق بيكون شغال. طبعا في الوقت ده بتكون مجهز شوية ادوات معاك زي مقص، مشرط طبي، وكحول. طبعا هي هتكون في مكان نظيف معقم كويس. طبعا الادوات اللي قلنا نجهزها دي علشان لا قدر الله لو احتاجت انك تتدخل وقت الولاده، وده غالبا ما بيحصلش كتير. اول ما تلاحظ كلبتك بدات تولد وتنزل اول واحد، خلي عينك عليها كويس، شوفها بتتعامل صح ولا غلط. طبعا لو في مشكله وقت الولاده، لقيت الكلبه مش عارفه تفتح الكيس للكلب ولا تقطع الحبل، لازم تتدخل وتساعدها. الطبيعي ان كل نص ساعة او ساعة الا ربع هتلاقيها بتجيب الجرو اللي بعده. بعد ما تتأكد انها خلاص خلصت، هتلاقي الكلبة بتنظف مكانها كويس وبتنظف عيالها كويس جدا وبتقربهم منها علشان يرضعوا. لو لقيت اي واحد فيهم بعيد عن امه، لازم تكون ايدك معقمة الاول وتبدأ تحطه على صدر امه واحدة واحدة. طبعا بنفوت اول ساعة بعد ما تخلص ولادة ما بنأكلش الكلبة فيها، لانها بتكون واكلة الخلاص بتاع الكلاب، وده مفيد جدا ليها. اول وجبه بتبقى زي نظام مكافاه للكلبه، فبنحط لها زبادي عليها حلاوه بلدي مع بطاطا مسلوقه وشويه لبن صغيرين جدا مع شويه سيرلاك قمح لو موجود، ونخلطه كويس ونقدمهم للكلبه كاول وجبه. لو انت طبعا بتاكلها عظم او هياكل، اول يوم بلاش اي حاجه من دي، اديها وجبه كل ساعتين شامله الخضار والمكرونه المسلوقه مع قطع لحم لو موجود. طبعا بعد الوجبه الكبيره بتديها حبايه مالتي فيتامين علشان الكلبة بتكون همدانة في الوقت ده، وانت بتساعدها بأي حاجة. نقطة مهمة جدا، الكلبة بتنظف نفسها، فما ينفعش تحمل كلبة أول 15 أو 20 يوم من الولادة. ممكن تنظفها بأي فوطة مبلولة لو انت حابب تنظف. لازم تتأكد ان المكان اللي الكلبة والدة فيه مفيهوش أي رطوبة ولا مية علشان صحة الكلاب الصغيرة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعلمكم الطريقة الصحيحة لو عندك كلب ضعيف عايز تحسن صحته ازاي وتزود وزنه، ولو ودانه ما وقفتش هنقول لك تعمل ايه بالظبط وتساعده مع رضاعة مع امه. طبعا في نقطة مهمة برضو، اول يوم ما تحاولش تنظف المكان علشان الكلبة بتبقى شامة ريحة الولادة، فما تأذيش الجرار بتاعتها. هي بتنظف بنفسها كل حاجة، بتنظف عيالها كل 3 أو 4 ثواني، فما تقلقش انت من حته النظافه دي طالما انت منظف المكان من قبل الولاده. طبعا اول 45 يوم في عمر الجراوي، الجراوي دي ما بتستحماش يا جماعه، علشان الميه بتضعف المناعه وممكن الجرو يموت منك. الجرو بيستحمى بعد ما بياخد التطعيم الثنائي، وبيستحمى بحاجات بسيطه جدا. ما تحاولش كل شويه تشيل الجراوي من امهم علشان انت تقعد تتفرج عليهم، علشان الكلبه في الوقت ده بتخاف جدا، فممكن تاذيك وتاذي الكلاب الصغيره. بعد ما بتنظف ما تسيبش اي اثار للمنظفات عشان ما تاذيش الجرو بتاعتك. نظف كويس، تنظف كل يوم، ما تسيبش ميه تاني، ما تسيبش ميه تاني علشان الكلاب بيجي لها رطوبه وليونه في العظام، فلازم تخلي بالك الكلاب الصغيره مناعتها ضعيفه جدا جدا. وبعد ما تخلص خالص تفرش لهم حاجه يناموا عليها تكون دافيه، خصوصا لو في الشتاء. طبعا ما ينفعش اي حد يدخل على الكلبه الا صاحبها بس، لان الكلبة لو عرفت ان كل شوية حد يدخل عليها ممكن تأذي الجرار بتاعتها خوفا عليهم. فانت خلي بالك ما ينفعش حد يشوف الكلاب الصغيرة دي الا لما تكبر خالص وتتطعم. طبعا الكلبة في فترة الرضاعة بتبقى جعانة جدا، فبتديها كل ساعتين او 3 بالكتير وجبة. زي ما حضراتكم شايفين كده الوجبة بتكون خضار مع الاكل الطبيعي بتاع اللي هو الجلين والروس مع رز مسلوق. طبعا يا جماعة ما ينفعش الكلبة ولا تاكل طبيخ ولا تاكل اي حاجة تتعب معدتها، علشان الكلبة بتكون برضو المناعة عندها ضعيفة جدا، معرضة لأي امراض في الوقت ده.
يعني لازم الطباق بتاعتها تتغسل الاول باول، والحاجه اللي بتشرب فيها ميه تكون نظيفه، ميه تكون من فلتر او معقمه، بلاش ميه العنفيه. لازم في الفتره دي تلاحظ الجرو بتاعتك باستمرار، علشان لو لقيت جرو لا قدر الله عنده رشح او عينيه مسيله، فتبدا تشوف العلاج المناسب ليه وتعالجه في نفس اللحظه، لان هو الكلب زي ما قلت لحضراتكم ما بيستحملش حاجه. طبعا وانت بتقدم الاكل والميه للكلبه لازم تبعد الجراوي عن المكان اللي هتاكل فيه، علشان بيبقوا عمي لسه، فممكن حد فيهم ينزل في الطبق بتاع الميه او الاكل، وده هيسبب لك مشكله كبيره جدا. وما تحاولش انت تنظف الجراوي، دي غريزه جوه الام، هي بتنظفهم لحد 45 يوم لحد ما بيبداوا ياكلوا اكل طبيعي. اهتم جدا بتنظيف صدر الام، علشان الجراوي لما تيجي ترضع منها تكون نظيفه وما يكونش فيه اي حاجه، لان الجراوي بتبقى حساسه جدا، ممكن تلقط اي ميكروب من صدر الام، فدي ملحوظه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. لازم يكون موجود في المكان بوكس، علشان وقت ما تيجي تنظف تحط فيهم الجراوي الصغيره، علشان ما يجيش عليهم ميه او يجي عليهم اي حاجه. وبكده تكون خلصت حلقتنا معاكم النهارده، وانتظروا فيديوهات جديده لتطور الجراوي من عمر يوم لحد الفطام، وان شاء الله نقدر نفيدكم على قد ما نقدر. ما تنساش لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cause yeah, I let you show, don't let you in on my life. I tell you.